المباريات المنقولة من الجماهير وحضورها الحقيقي في المباراة. فكنا بننزل الملعب معاهم. بتمشي حسب الجمهور كان بيستقبلكم ازاي؟ لا هو شايف الكاست نازل الممثلين. لا طبعا ويعدوله ومش عارف ايه لا الجمهور جميل. ولازم يرجع الجمهور. الجمهور اتغيرت طبعا. هو فين؟ لازم يرجع الجمهور. ما اتغيرتش هم مش موجودين. لا لا دي ظاهره مرعبه. يعني انت دوري شاذ في العالم بلا جمهور وهندخل 5000 لا 7000 يعني انا مش فاهم. امر مزعج بالنسبه لحضرتك شايفه مش طبيعي. ليه زي المسرحيه ما فيهاش جمهور ازاي يعني؟ التفسير حضرتك ايه لده او ازاي نحل؟ دايما بنسال نجوم كوره ضيوفنا اللي بيشرفونا في كل البرامج على شاشه قناه الاهلي من اين يبدا القرار بعوده الجماهير وملء الاستادات مره اخرى؟ هل هو قرار امني؟ هل هو قرار سيادي؟ هل هو قرار رياضي بحت؟ يعني المشكله حلها يبدا منين؟ هو القرار امني. هو الامن اللي بيعطى. انا شايف شركات خاصة تابعة للنادي تبقى هي المسؤولة عن دخول وخروج وده شيء طبيعي. وعلى فكرة جمهور الكرة مش الحقيقي رايح يشجع مش يعني رايح يستمتع بالساعة ونص اللي مش رايح يخرب ولا فلا يعني احنا بنخاف عليهم اكتر من خوفهم على روحهم. غياب الجمهور مؤثر على جمال المنافسة وحلاوة الدوري؟ طبعا طبعا. يعني انا الى حد ما بروح الماتشات وانت في الملعب متعة تانية خالص خالص. المشاهد قدامنا على الشاشة وحضرتك بتتكلم الصوت والصورة دي اللي يعني محرومين منها ونفسنا نشوف المشاهد. لا والنادي الاهلي بالذات افريقيا اتظلم متضرر من يعني انت جمهورك سلاح كبير. ده كان ملعب الرعب للاستاد اما اي فرقة بتيجي. دلوقتي انت سلاح مهم ناقص. لازم يشوف حل في الحكاية. وبعدين دخل للناس يعني مش ممكن هشتغل على الاعلانات. انت الاستوديو التحليلي دقيقتين وساعه ونص اعلانات يعني مش يعني نوع من العذاب. وعلى فكره انا بقول للمسؤولين عن البرامج دي الجمهور ما بقاش يشوف بيزهقوا. زي انا ما اقدرش اشوف مسلسل في رمضان. انا وانا مخرج ما بقدرش اشوف يعني ما بشوف ايه هلاهيل مش لقطات او اجزاء سريعه مش جدا. حضرتك بتقول المهم دلوقتي عوده الجمهور ان الحياه ترجع للاستادات لازم وده هيدي امان. وعلى فكره يعني الصوره العامه لمصر تبقى حلوه قوي. يعني ازاي انتم مش قادرين نسيطر على ملعب كوره؟ فده جانب دعائي وامني وسياحي وشغل. بالرغم من اننا بفضل الله في السنوات الاخيره قدرنا نستعيد الكثير والكثير من عوامل الامان في الدوله المصريه طبعا في واستقرار الشارع المصري امور كثيره جدا. المفروض ده يترجم في الملاعب والاستادات طبعا المصري. وفورا وقرار بقى. والنادي هو المسؤول عن دخول ابنائه وجمهوره واعتقد كل نادي هيرحب بده. يعني حضرتك شايف ان في الفتره الجايه الطبيعي والمنطقي انه تتحمل المسؤوليه ادارات الانديه في مباريات طبعا واستفيد من الدخل المادي اكيد طبعا طبعا. يعني ده جزء من لان هي كده يعني التجاره خاسره طول ما فيش جمهور في خسائر كبيره وفي ضرر كبير واقع على الانديه الجماهيريه ومقدمتها النادي الاهلي وخسائر نفسيه. انا بقى في سلاح معايا اسمه الجمهور بتحرمني منه في بلدي. طب ما اروح العب الماتشين وله تاثير ايجابي مباشر على اللاعبين ومستواهم لا مستوى يعني بقول لحضرتك ممثل طالع على المسرح ما لقاش جمهور هيمثل ايه؟ هل حضرتك شايف ان ده جزء من تعثر او سبب رئيسي من اسباب تعثر الانديه المصريه خلال السنوات اللي فاتت في البطولات الدوليه؟ اكيد اكيد افريقيا بالذات. يعني الاهلي اتظلم في كذا نهائي كان ممكن العدد نوصل ل 11 بطوله دلوقتي مش تمام. طيب هنتكلم شويه نكمل كلام حضرتك ورؤيتك للدوري المصري ومشوار الاهلي.